لدينا راس في التحرير نطالب باطلاق صلاح اخواننا المرتقيين والمظلومين والمبدعين في السجون في المال، نطالب بهم اطلاق صلاحهم فورا فورا، وللاخوان اذا مره ثانيه سجوا هذا وان لم يطلقوا صلاحهم من هذا السجون فستكون مظاهره بعد اوسع واوسع واوسع، فنطالب الحكومه العراقيه باطلاق صلاحهم فورا، ونطالب الحكومه والبرلمان باطلاق صلاح المعتقلين من هذه السجون الابرياء من سجون الظلم والفاسدين، ونطالبهم فورا فورا فورا، واذا مقوا ستكون الوضع اشد واكثر. والسلام.